السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أحبتنا في الله، نلتقي بكم على شاشة قناة اعرف دينك لنتواصل سويا ولنتعرف مليا على ديننا الحنيف وعلى شرعنا الشريف، إنه دين الإسلام. أيها الحبيب اللبيب، جئت لكم اليوم بقصة جميلة جدا، يتجدد في هذه القصة الأمل في قلوب العصاة والمذنبين. هذه القصة تبعث الأمل من جديد في نفوس الناس من حولنا. إنه رجل كان في من كان قبلنا قتل 99 نفسا. تخيل، رجل قتل بيده 99 نفسا. فلما مل المعصية وسائب المعصية وشرح الله صدره وألقى في قلبه التوبة، سأل عن أعلم أهل الأرض. باب التوبة مفتوح يا أخي الكريم ويا أختي الفاضلة، باب التوبة مفتوح، وهذا هو أكبر دليل على ذلك. فإن الله عز وجل ينادي على عباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. المطلوب مننا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للإنابة والاستسلام حق الاستسلام. أيها الحبيب، هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فأرشدوه إلى عابد، رجل يعبد الله تبارك وتعالى لكن معرفته بالدين قليلة أو سطحية، لا تصل ثمرة هذه المعرفة إلى كثير من الناس. فسأله قال: أيها العابد، إني قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ فاندهش العابد، استغرب من فعله وحكم عليه بعقله. تصور أن الذي قتل 99 نفسا باب التوبة قد أغلق عليه. لا، فقال له: ليس لك من توبة. فهذا الرجل وقد أدمن المعصية قتل هذا الراهب وكمل به 100، ثم أراد أن يتوب، ما زال الأمل يتجدد فيه، ما زالت الرغبة في التوبة قائمة، وهذا هو سبيلك إلى الله. قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فما زال الأمل قائما. فقال، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل أو فأرشدوه إلى عالم. عالم يبصر الناس بعلمه، عالم يأخذ بيد الناس إلى الله عز وجل، عالم لا يقنط الناس من رحمة الله عز وجل، لأن الرحمة بيد الله تبارك وتعالى. قال له: أيها العالم، إني قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ فأجاب العالم الذي وهبه الله البصيرة، قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ مين اللي يقدر يمنعك من التوبة؟ مين اللي يقدر يمنعك من التوبة؟ محدش. أقبلي على الله، وأقبل على الله عز وجل، والله جل جلاله يقبل عليك سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قم إلى الله عز وجل يقبل الله تبارك وتعالى إليه. هذا الرجل استقر في قلبه شؤم المعصية فأراد أن يتوب، فأرشده العالم، لكن العالم البصير صاحب البصيرة علم أن هذا الرجل قد سكنت في قلبه حب المعصية، وتهيأت الظروف من حوله حتى استقر في أذهان من حوله إن محدش يقدر يقرب منه، ده راجل شرير، ده راجل بيشتهي القتل والدم، فالناس كلها سكتت وخافت منه. هذا العالم قال له: بس عليك شرط عشان توبتك تكتمل. قال: اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. هذا الرجل كانت خاتمته عجيبة، فأول النهار قتل 100 نفس، وفي آخر النهار
يختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وبرحمة الله عز وجل يكون من أهل الجنة. الله الله على روعة هذه القصة وجمال هذه القصة التي تبث في قلوبنا الأمل من جديد. طب إلى الله، أعلن توبتك وأعلني توبتك بين يدي الله، ولا تنظري إلى ذنوبك إلى ذنوبك ولا إلى ذنوبك، ولكن انظر إلى سعة رحمة الله عز وجل، ولكن انظر إلى سعة رحمة الله عز وجل، فإن رحمة الله واسعة. نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا الرجل لما أراد أن يخرج من هذه القرية الظالم أهلها، انتصف في الطريق فجاءته المنية مات، فنزلت ملائكة الرحمة ونزلت ملائكة العذاب، كل منهم يريد أن يأخذه. ملائكة الرحمة يقولون إنه قد جاء إلى الله تائبا، وملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط. ودي عندها حق ودي عندها حق. فأرسل الله عز وجل لهم ملكا في صورة رجل فحكم بينهما وفصل، قال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب كان من أهلها. فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض الرحمة بشبر. وفي رواية أن الله عز وجل أوحى إلى الأرض وأمرها، أوحى لأرض الرحمة أن تقاربي، وأوحى إلى أرض الرحمة العذاب أن تباعدي. فيا بشرى من قام بين يدي الله تائبا، ويا سعادة من أعلن توبته الآن بين يدي الله عز وجل. باب التوبة مفتوح لا يغلق، وهذه قصة واقعية، هذه قصة تبعث الأمل في نفوس المذنبين والعصاة. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم وعلى جميع المذنبين والعصاة من المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.